هلا لا شك انه المدربين كبار ودربوا انديه يعني كل الاسماء اللي عم دربها، لكن اليوم انت كيف شفت الكفه؟ مصطفى بعتقد انا بوافق الكابتن سعد الحارسي باول اللقاء انه روسو كان متحفز بالنسبه لنادي النصر، بس بنفس الوقت لو ما لعبت هالتفاصيل دقيقه كنا اشدنا فيه. انا برايي دياز طبعا عنده اسم كثير بالتدريب، بس انا برايي اعاد اكتشاف نفسه كمدرب مع الهلال مصطفى. اذا بترجع على تاريخه يعني هو من 2007 ما كان فايز شيء، لا اجى على الهلال ب 2016 17 فاز معهم في الدوري واعلى نسبه فوز مع الهلال، والهلال عنده كل الامكانيات مصطفى. بينما بيراميدز وبالنصر مع بيراميدز ونصر والاتحاد ومنتخب الباراغواي ما عمل شيء، بس هلا مباراتين ورا بعض، يعني حتى هو النسبه المئويه له بالفوز في تاريخه كمدرب هي اعلى نسبه في الهلال، 62% من المباريات القادمه مع الهلال كان هو فايز فيها. بس بالنسبه لمباراه اليوم ما فينك تحكم 100% على دياز. انا فيني احكم على روسو بموضوع انه لسه لهلا ما، وبصراحه مش ذنبه ان توجيه التوليفه اللي قلت لك اياها هي مارتينيز مع فينسنت ابو بكر مع شو لازم يعمل انت مدرب، شو لازم يعمل؟ لا يمكن اوقات يحط حدا على الاحتياط، يعني انا مثل مره طلعنا هون عندك بالبرنامج وتحكينا عنه جوناثان رودريغيز وقلنا قديش هو هداف الدوري المكسيكي، انا قلت لك قبل ما وقت كان فينسنت ابو بكر بافريقيا قلت لك ممكن يتضاربوا، وحكينا انه بهذا الموضوع وهذا صار. اليوم انت وقت تنزل على خالد الغنام ممكن تقعد مارتينيز على الخط وتلعب خالد الغنام، هيدي امور. خليني اسمع يعني راي توفيق الخليفه. أنا أعتقد أنه كان المفروض أنه يكون التقرير عن حكم المباراة الحقيقة، أنه حكم المباراة هو الذي يعني هو اللي تحكم في كل شيء، حتى يعني بعد مصالح بعد لك إز جود ريفري في 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 بعد مصالح بالنسبة لروسو أنا ما ألومه كثير، هو جاء وجد لديه خيارات أجنبية أمامه، ولا جميعنا نعرف أنه مش يعني بيتي مارتينيز وتاليسكا صعب أنهم يلعبون مع بعض، رودريغيز مع مشاريبوف صعب أنهم يلعبون مع بعض، أيضا بوجود خالد الغنام في الخارج يعني يبغى جانب النصر يبغى لهم إعادة هيكلة من وجهة نظري. طبعا إعادة هيكلة شو؟ إعادة هيكلة يعني يجب أن يكون هناك عمود فقري قوي في نادي النصر، الحراسة في نادي النصر يعني أنا أعتقد أنه يحتاج حارس يعني جيد، أنا ما بقول ظهير يسار لأنه يعني سلطان الشمري قاعد يؤدي مستوى، فيصل الشمري اللي نسيت اسمه والله قاعد يؤدي مستوى كبير جدا، يمكن بعد العملية بديت أنسى أسماء بعض اللاعبين بجوز قبل كمان يحتاج أيضا لا والله ابو يابل كنت يعني عشتك قاعد بباريس امورك من احلى ما يمكن. هلا يلا عموما كل 10 شهور يعني انا ممكن اجيك بعد شيء اسبوعين ثلاثه لازم تعال رح له عبد العزيز تغيتر لنشوف طيب قديش بقى معنا. والله العظيم عيوني واستاذ احمد الجدي كمان استاذ احمد الجدي جاء واتمنى اي ناقصنا انت يا ابو كرم والله ان شاء الله ان شاء الله والدكتور عمار ان شاء الله يلا عموما شكرا لك. طبعا انت تحتاج اذن، انت تحتاج اذن قبل ما تيجي من ام كرم. اي طبعا